بتوفير غذائها منتصرة بحماية حدودها وأمنها منتصرة بالتكفل بكل أطياف مواطنيها. الأمر الذي يتطلب تجنب الجميع من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة يشارك فيها المواطن بكل قوة وهو السيد باختياره. نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة وتقديم ضربة وسرعة قوية وترصد لأعداء الوطن. ساهمت في 2019 مع هذا الرجل العظيم الذي فخر لنا جميعا أن يكون على رأس هذه الدولة في السنوات الأخيرة. حقق الكثير ما قاله السيد مندوب السيد المنسق للمندوبية المحلية إلا القليل من الكثير. النزول إلى رغبتكم، نزول إلى التماساتكم جميعا. أنتم شرائح المجتمع أبى إلا أن يواصل المشوار إيمانا منه بأن ما زال الجزائر في حاجة إليه، ما زال الجزائر لازم تنجز وتنجز وتنجز، يعني لأن المواطن هو في حاجة إلى هذا. احنا كل مرة بنقولوا في مواجهة المواطنين، كل مرة يشتكون على يعني بالهم بلي شيء كبير حقق، إنما هنا وهناك ربما ما زال بعض الجهات لابد أن تتحقق، والبعض يقول بلي مثلا الولاية تاعي راهي تسقط نوعا ما، ما نجمش حقها شيء مشروع وشيء طبيعي. لذا لابد أن نعطيها الفرصة حتى إن شاء الله ندى ذلك ما لم نقوم به. يبعد كل أبناء الذين ممكن يستغلون هذه المناصب لأغراضهم ولا لخدمة المواطن. اليوم المجلس لها وقال أكثر من مرة الحمد لله رأي نزيهة، رأي نزيهة جلها نزيهة. هنا ندعم هذا الرجل الصادق، هذا الرجل المخلص، هذا الرجل الذي يحب الوطن ويحب المواطن. وهذا باش نبينوا اللي يبينوه هو الانجازات العظمى تاعو. اذا دوري نطلع عليكم، والحمد لله احنا ربما رانا مرينا لهنا الجمع الكريم هذا الوجوه النيرة هذه. سبق لي باش رحت اكثر من مره دائما هي نفس البشاشه نفس التوابل نفس الايمان بقدرات البلد وقدرات الولايه. اذا نتمنى ان شاء الله يوم 7 سبتمبر يكون يوم احتفال كبير، وهذا اليوم الرئيس يعرف بلي المواطنين راهم وراه، المواطنين راهم يدعموه.